إذا قال لك كافر سأسلم، لكن لن أصلي إلا صلاتين أو ثلاث في اليوم أو في الأسبوع، فقل له أسلم. وإذا أسلم يلزم بهذه الصلوات. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند أتاه رجل فقال سأسلم لكن لن أصلي إلا صلاتين، فقبل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام. إذا قال لك كافر سأسلم لكن لا ألزم ببعض أركان الإسلام، لن أحج، لن أصوم، لن أزكي، فقل له أسلم ولا تمنعه من الإسلام. وهذه مسائل مهمة، فلا تمنعه من الإسلام. والدليل ما جاء في المسند أن ثقيف قالت يا محمد سنسلم لكن لن نزكي ولن نجاهد، فقبل منهم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال إذا أسلموا سيتصدقون وسيجاهدون. فقاعدتنا هنا يصح الإسلام مع الشرط الفاسد، مهما اشترط الكافر من شرط على إسلامه فقل أسلم، وإذا أسلم حينها يلزم بواجبات وبأركان الإسلام.